أهلا عبد الإله، صباح الخير. بدور، نعم، هنا أيضا قصة ملهمة أخرى لنجاح وتميز أبناء وشباب الوطن. هنا في محافظة العارضة الشاب عبده الجابري اللي رسم صورة ناصعة ومشرفة لأبناء المملكة العربية السعودية. المهارة اللي امتهن الميكانيكا وكهرباء السيارات من خلال العمل في هذا المجال منذ 6 أعوام، رغم أنه جامعي وحصل على شهادة جامعية، إلا أنه لم يستسلم وينتظر الوظيفة. أخذ دورة وفتح العديد من الورش هنا في منطقة جازان، وتنقل في عدد من المحافظات وكسب رضا واستحسان كل من تعامل معه. يسرنا أن نتعرف على هذا الشاب وهذا النموذج الجميل من شباب الوطن. عبدو الجابري، رحب بك أخي عبدو. نقول لك صباح الخير، وودي تحدثني عن بدايتك في هذا المجال، مجال مهم ومجال يحتاج إلى مهارة وخبرة ودراية. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرفكم باسمي عبدو يحيى الجابري، الشهادة الدراسية بكالوريوس فيزياء ودورة دبلوم ميكانيكا محركات. وصراحة يعني أنا البداية، ودي تقول لي البداية كيف كانت. البداية كانت عندنا سيارة يعني قديمة وكذا، فكانت كل يوم تتعطل، فأنا من كثر خراباتها أني صرت أعرف يعني أصلح. زي ما تقول مرة من المرات ضرب الوجي حق الراس، والله محفوظ السلامة. إيش سوي؟ قمت سألت شخص يعني كنت خبرتي قليلة في الوجيه والمكينة وما أعرف يعني، بس في لمسات بسيطة أعرفها. المهم سألت الرجل ذاك ووجهني للطريق الصحيح، قال لي غير وجيه، طلع الراس وغير وجيه وصنفر السرندل وخلاص بإذن الله تضبط معك. فعلا رحت اشتريت وجيه جديدة وجبتها وطبقتها على السرندل وطبقت الراس وشغلتها، الحمد لله اشتغلت. يعني هذه القصة كانت البداية. ومن كم كانت يعني كم عمرك كان وقتها؟ كنا عمري 16 سنة، 16 سنة أو 17 كذا. طيب الآن الزبائن دائما يحضرون إلى الورش، يعني عندما اكتشف الزبون أنك سعودي كيف تجد يعني التعامل أو الرضا من أنه يتعامل مع سعودي؟ هل هو يفضل السعودي أو الأجنبي؟ لا والله، والله بالنسبة لبعض الزبائن أنه يفضل السعودي، يعني يعاملك كأخ، ما يعني ما يعاملك كمهندس، أو والله أكثرهم يعاملوني كأخ يشهد الله. يعني الثقة كيف يعني يثق في العامل الأجنبي أكثر أو في السعودي؟ وش السبب؟ لا يثق في السعودي، لأن السعودي ابن البلد، ويعني يعني يثق أنه أنت ما بتغشه أو تحمله تكاليف كثيرة في إصلاح سيارة. تحمل التكاليف يعني ما هي المطلوبة، يعني تعطيه العطل الخلل الصحيح. عبدو الجابري اشتهر هنا وأصبح اسم معروف في منطقة جازان من خلال إتقانه ومهارته وسرعته. يعني أنا شاهدت قبل قليل مركبة تقول لي لها يوم واحد كانت مخبطة والآن جاهزة للتسليم، يعني وقت سريع جدا في الاستسلام. هذه برضو جاهزة التسليم، جابها قبل أمس وضرب الوجيه، فكين المكينة حقها وغيرنا لها وجيه وودينا الرأس المخرطة مع السرندل، سوي لها مسحة خفيفة بس بحيث أنه يركب وجه واحد، وطبقناها البارح واليوم شغال الحمد لله. يعني وش تقول للشباب السعودي وأنت في هذا المجال الدخل، يعني كيف إن شاء الله يعني تحصلون على دخل طيب من خلال العمل في هذا المجال؟ الحمد لله، والله أنا أنصح الشاب السعودي بالعمل الحر صراحة. فإحنا الحمد لله يعني الواحد بيده مهنة يعني يستغلها، ما في زي العمل الحر. فمعي بعض الشباب يجي يسمع يوم يومين كذا ويقول تعبت، فأنا أتمنى يعني
من الشباب السعودي أو يعني أتمنى يعني لو جاني شاب سعودي أتمنى أني أوظف أكثر من شخص. يعطيك العافية عبدو الجابري، شكرا لك ونتمنى لك التوفيق والاستمرار في هذا النجاح. وهذه الصورة المشرفة اللي ترسمها هنا في محافظة العارضة لشاب سعودي يبدع في هذا المجال. شكرا لك حبيبي. العافية. إذن عبد الإله بدور، كانت هذه الصورة هنا لنموذج متميز وشاب من أبناء محافظة العارضة اللي رسم أجمل الصور للعمل الحر. وهذه النصيحة الرائعة والجميلة من عبد الجابري للشباب السعودي للاستمرار والانخراط في هذا المجال.